عارف انه هيواجه ضغط شديد، اتلعبت على طول من زيدان لمعوض، يلا يا معوض توصل لزيدان من جديد، دخل على حدود المنطقه وتسديده لكن ابعد من اللازم، تبقى ضربه شبلاله، لعيب جيد شبلاله، خلي بالكم اتلعبت اتقطعت زيدان، مرر زيدان، العب زيدان، يلا يا راجل يا جوله اللي ما فيهاش احمد عبد الظاهر على مباشره، مورجان جولد ده رقم سته اتعملت على طول والتسديده سهله في ايد عصام حلفي وضربه حره مباشره، يلا يا حسني مواجهه للمرمى مباشره، حسني وشيكابالا، وحشه شيكابالا، وحشه شيكابالا، راحت له تاني سد تاني، انجونجا انلي، اخلص يا وائل، اخلص يا حضري، مش معقوله يا جماعه، مش معقوله اخلي الحارس هو اللي بيسترق في الحاجات دي، والضربه الركنيه هنشوف هيلعبوها ازاي، ادي شيبالالا الركنيه في غايه الخطوره، في غايه الخطوره وغايه التالق من الحضري، في غايه يلعبها شيبالالا مقطوعه في السكه تصل الى ديكا جوي، تسديده والحضري من جديد، تسديد مين؟ شيكابالا على شماله هيرفع جوه المنطقه، يرفع جوه المنطقه، جون يا راجل يا الدرجه دي احنا نحلم بيها، مقطوعه من فتح الله، تركيز مهم جدا، وكان حلم دوران بيقرا من كتاب مفتوح، هجمه مرتده في غايه الخطوره، في غايه الخطوره، في غايه الخطوره، يا سلام يا حضري، يا سلام يا حضري، ينقذ الحضري والضربه الحره ومعاها كل الدعوات، حسني عبد ربه على مسافه حوالي 28 يارده هيلعب الضربه الحره حلوه، لكن على طول الحارس لا يتردد، 12 في ال 21 يا جده من اي حد، غالي يلعب هناك في اليمين وائل جمعه يلعب طويله، يلا يا راجل يلا، مش ممكن كون ده، ايه يا راجل كون ده، ايه واحده من احمد فتحي والحضري تالق في الشوط الاول، وادي تاني شبلاله تاني، خطر جدا خطر جدا خطر جدا يا ولد يا فتح الله، لك جزيل الشكر يا محمود يا فتح الله، ومصر كلها في الانتصار، والركنيه واحمد فتحي وممتازه يا احمد علي، يا ما بنشوفش والله، ما بنشوف الملعب ولا بنشوف اللعبه الباسط.